عندي بعض الاخبار المهمه قبل ما اتكلم على اخبار المصابين واخبار هتكون سعيده بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، لكن تحديدا عايز اقول النهارده كان في زياره لوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي لكره اليد طبعا الكابتن والدكتور حسن مصطفى، وكانت زياره بهدف الاطمئنان على الاجراءات الاحترازيه ومتابعه تطبيق هذه الاجراءات داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. والاهلي كده كده بياخد بعض الخطوات الهامه جدا بخصوص يعني مواجهه فيروس كورونا من ساعه ما ابتدت الازمه. الاهلي طبعا دايما بيبقى فيه خطوات خاصه بعمليات التعقيم الكامل لكل الاسطح والارضيات والاجهزه المختلفه داخل النادي سواء في الصالات الرياضيه او الجيم، وكذلك غرف الملابس والحمامات والحفاظ على نظافه جميع المنشات والافراد، اماكن لتعقيم الايدي اثناء الدخول من بوابات النادي. يعني الاهلي بصراحه مهتم جدا وده طبيعي وواجب في الحقيقه على النادي الاهلي ان هو يهتم بالشكل الانسب في مواجهه فيروس كورونا. كمان بيبقى في ندوات طبيه لتوعيه الاعضاء، والندوات دي بتبقى في اماكن مفتوحه عشان يوعوهم بكيفيه مواجهه فيروس كورونا. والزياره كانت مهمه طبعا ودايما مرحب بيهم داخل النادي الاهلي.